إنه الحدث الأبرز بالمنطقة في قطاع الصحة وعالم الطب، معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي، الذي لا يزال وجهة الباحثين والأطباء وشركات الأدوية والأجهزة الطبية والرقمية الحديثة لعرض آخر الابتكارات والإنجازات في هذا المجال. الراعي البلاتيني لنسخة هذا العام من معرض الصحة العربي هو المستشفى الأمريكي بدبي، الذي يسعى ومن خلال منصة متخصصة تفاعلية أن يقدم مفهوم الصحة الرقمية بطريقة سلسة وفي متناول الجميع. إمارة دبي ودولة الإمارات العربية بصورة عامة كان عندهم رؤية واضحة من سنين فيما يخص تكنولوجيا المعلومات في قطاع الصحي بالذات، وده اللي احنا ابتدينا ان احنا نشتغل تحت هذه المظلة. فمن 5-6 سنين ابتدينا نحط استراتيجية ازاي ان احنا نساعد إمارة دبي ودولة الإمارات ان هي تقود قطاع الصحة بصورة كبيرة في على مستوى المنطقة. وكان من وجهة نظرنا ان اول حاجة هي لازم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وقدمنا كونسبت جديد وهو الارجنت كير. الارجنت كير هو بيخفف الضغط على الامرجنسي روم او غرف الطوارئ في المستشفيات زي في الولايات المتحدة الامريكية. النهاردة حتى في العلاج الكيماوي اخذنا الكونسبت الامريكي وابتدينا نفتح مراكز لاتخاذ العلاج الكيماوي داخل المولات، واول مركز عندنا داخل البرشا كلينيك فور اكزامبل. فابتدى النظريه تختلف، لكن كان بيشنت كغرف جديده مش هنتوسع زياده، بنتوسع وبنستثمر في العلاجات مراكز التميز وفي التكنولوجيا المعلومات، واهم من كل دول في الطاقم الطبي والاداري بتوعك، لان هو دول اهم من اي حاجه. الابتكار والاستدامه في الرعايه الصحيه هدف يضمن المستقبل والرؤيه الواعده لنظام عالمي صحي متكامل يعود بالفائدة على جوانب مختلفة، بدءا من صحة الإنسان ووصولا إلى الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية.